في السنه الجديده الاهلي مقدم على ايه؟ ايه مشروعاته الانشائيه وايه الافتتاحيات المنتظره او الافتتاحات المنتظره اللي ممكن تسعد اعضاء الاهلي وجمهور الاهلي طبعا اللي بيبقى سعيد جدا بكل توسع كبير في النادي الاهلي. المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي، اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ تحياتي وكل سنه وحضرتك طيب. وانت بخير وسعاده ربنا. اللجنه الهندسيه شغلها جامد، مجهزين لنا ايه للسنه الجديده بقى؟ والله احنا مجهزين يعني شغل كتير ان شاء الله. ان شاء الله. الفتره الجايه. اللي هي المرحله الثانيه من الخطه الانشائيه للبرنامج لمجلس اداره. ايوه. نبدا الاول بالشيخ زايد. الشيخ زايد احنا بدانا فعلا في المقر الاداري اللي هو في مقر البنوك. تمام. وده هيكون ملحق ب شارع عقاري. وده فعلا بدانا فيه وخلصنا المقر بالكامل. وحاليا خلال الاسبوع القادم ان شاء الله هيبدا نسلم البنوك المقر عشان تبدا تعمل التجهيزات بتاعتها. يعني خلال 2020 اعضاء الاهلي في الشيخ زايد او اللي هينضموا لعضويه الشيخ زايد يستمتعوا بهذه الخدمات، الخدمات البنكيه وخدمات الشهر العقاري. طبعا هم ثلاث افرع بنوك. ثلاث افرع بنوك ما شاء الله. ثلاث افرع، وده خلاص المبنى خلص بالكامل، وحاليا هنبدا تجهيزات البنوك تبدا تجهز الفرع لكل فرع ليها. دي اول حاجه. عايز بس اقول للاعضاء او للناس اللي رغبه في الانضمام لعائله الاهلي انه الخدمات البنكيه المميزه جدا يا باشمهندس انه البنوك اللي بتشتغل في الاهلي شغاله 7 ايام، يعني جمعه وسبت وكمان ايام الاعياد شغاله، فدي خدمه بنكيه كبيره جدا لعضو النادي او عضو عائله الاهلي. تمام يا فندم. اتفضل. تمام، دي اول حاجه. الحاجه الثانيه عندنا احنا بدانا بالفعل من اكثر من شهر ونص في مجمع ملاعب الاسكواش. 8 ملاعب اسكواش بدانا ووصلنا لحد اعمده البدروم. في ملحق غرف خلع ملابس والجيم ومكاتب اداريه. ورحنا على طول صاله الكاراتيه وصاله الجمباز. اسكواش وكاراتيه. اسكواش وكاراتيه وجمباز. وجمباز. تمام. تمام، دول في منطقه واحده وفعلا خلاص وتعاقدنا مع الشركات والموقع شغال، بدانا فعلا تنفيذ في الموقع. ده الشغل اللي شغال اهو، تمام اتفضل. دي كده بالنسبه للمجمع الصلاه. مجلس اداره الجلسه اللي فاتت اسند المبنى الاجتماعي. وعدد 2 ملعب كره قدم. والمسجد. والمسجد تمام. كل ده في الشيخ زايد يا باشمهندس، كل ده في الشيخ زايد. ده الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. في الشيخ زايد، وكده يبقى يعني استكملنا البرنامج الانتخابي لمجلس الاداره اللي وعد بيه في الانتخابات. يعني عندك مجمع الاسكواش، عندك الكاراتيه، عندك الجمباز، عندك ملعبين لكرة القدم بالإضافة للمبنى الإداري الجديد والمبنى الاجتماعي والمسجد. والمبنى الاجتماعي والمسجد كمان. تمام إن شاء الله. إن شاء الله كده تستكمل خطة الشيخ زايد اللي وعد بيها مجلس الإدارة، اللي وعد بيها وزيادة كمان، لأن كان مقر البنوك ده ما كانش موجود. اللي عندنا. فده جزء زيادة كمان استحدث وضيف ليه لخدمة أعضاء الشيخ زايد. تمام، يعني عندك خدمات بنكية، عندك خدمات في الشهر العقاري، عندك للي عايز يدخل ولاده جمباز، اسكواش، كاراتيه، كرة قدم، كله بيتم التوسع فيه. زائد كمان ان حاول الصلاة بالكامل مناطق لجلوس الأعضاء بخدمات ليهم كمان. تمام. ده الشيخ زايد المستهدف بتاعه ينتهي في 2020، يعني بعديها ما عندكش حاجة في الشيخ زايد. كده يبقى احنا خلصنا يعني ايه الهدف الاساسي للبرنامج الانتخابي في الشيخ زايد. في الشيخ زايد ان شاء الله في 2020، ده سنه جميله ان شاء الله. ان شاء الله علينا وعليكم جميعا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. طيب ننقل بقى على الجزيره. ننقل على الجزيره، هنبدا احنا امبارح بالتحديد الارضيات الصاله المغطاه الجديده وصلت من فرنسا واتخزنت في الصاله المغطاه عندنا. وان شاء الله هنبدا يوم الاثنين التركيب بعد في ماتش كره سله في الصاله يوم الاحد. يوم الاثنين ان شاء الله هنبدا التركيب في ارضيه الصاله المغطاه دي، ما اتغيرتش من 12 سنه. تمام تمام. هنبدا ان شاء الله تاني برضو في تشطيب الدور الثاني لمدرج كره القدم. الدور الثاني للمدرج ملابس الفرق الرياضيه. سله والطايره والهاندبول. لا ده المدرج الجديد اللي تحت البرج مش كده؟ بالظبط، احنا خلصنا الدور الارضي لفريق كره القدم. الدور الثاني للفرق الرياضيه. تمام، المدرج القديم بقى هل داخل في الخطه في الازاله ولا طبعاً. لا؟
طبعا ان احنا هننقل الفرقه الرياضيه للمدرج الجديد عشان ان شاء الله المدرج القديم ده يتهد، وفي تصور لسه هيتعرض على مجلس اداره لمكان المدرج ان شاء الله بعد هد باذن الله. ده يعني ممكن الهد والتوسعه تتم في 2020 ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. تمام. في ايه تاني في الجزيره؟ لي اهل الجزيره. لا، في حاجه انا شخصيا منتظرها بصراحه. اتفضل. يعني البوابه بالنسر اللي اتعمل في مدينه نصر، يعني الناس كلها مشتاقه انها تشوفه في الجزيره. ان شاء الله البوابتين. البوابتين طبعا. ان شاء الله باذن الله. ده الشكل المبهر الحقيقه قدام بوابه مدينه نصر. تمام. خالق شخصيه فنيه مميزه جدا، بيقول لاي حد فايت من اي حاجه ده النادي الاهلي. تمام يا فندم. فاتمنى انه يكون في 2020 النصر يظهر على بوابه الجزيره ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله. تمام. نتنقل لمدينه نصر. مدينه نصر ان شاء الله هنستكمل البوابه الفرعيه اللي هي المقابله للبوابه الرئيسيه. ان شاء الله. في خدنا موافقات للمحلات في السور الخلفي. ان شاء الله. خدنا موافقات مجمع ملاعب سكواش. وخدنا موافقات للمنطقه بجوار حمام السباحه. ايوه. اللي هي فيها الجراج تحت الارض. حاليا احنا في مرحله الدراسه. ايوه. ودي كانت طبعا موافقه احنا بقالنا سنين ما خدناهاش. الحمد لله حصلنا عليها. هنبدا فيها ان شاء الله، يعني زي ما عملنا مجمع ملاعب سكواش في الشيخ زايد، هيبقى احنا عندنا في كل فرع فيه 8 ملاعب. طبعا دي مفيش، يعني مفيش نادي في مصر عنده كم العدد ده. عدد الملاعب ده صحيح. حاليا احنا شغالين في تغيير ارضيات الاكاديميه الكوره النجيله الصناعي. اللي هي دي. تمام. الارضيه دي ارضيات نجيله معتمده من الاتحاد الدولي. تمام. المسطح 20,000 متر. اها. اضفنا ملعب جديد للملعب القديم عشان يستوعب الاعداد الكبيره في اكاديميه كره القدم. احنا خلصنا جزء منها واحنا شغالين بالتوازي مع الاكاديميه عشان برضه ما نعطلش تدريبات. وان شاء الله المتوقع خلال شهر ونص نكون مخلصين الاكاديميه ومسلمينها لقطاع الاكاديميات ان شاء الله باذن الله. تنتهي الخطه في 2020 برضه ولا تفضل عندنا حاجه في مدينه نصر بعد 20؟ كده لا، مدينه نصر هتعدي 2020 لان احنا الجزء المستهدف اللي هو جوار المسجد في المنطقه الخلفيه كبير. ملعب سكواش والمنطقه الخلفيه والجراج، لا الموضوع يعدي السنه الجايه. ان شاء الله باذن الله. تمام. التجمع بدا الشغل مش كده؟ التجمع احنا سلمنا موقع للشركه المنفذه من اسبوعين والموقع اتجهز بالكامل. تمام. حاليا احنا بنعتمد الرسومات التنفيذيه وبدانا شغل، وان شاء الله في اقرب وقت يعني تشرفونا عشان حجر الاساس ونعلن بدء المرحله الاولى ان شاء الله باذن الله. المرحله عندنا حاليا شغالين في البنيه التحتيه. وشغالين في البنيه التحتيه لل 50 فدان كلهم مره واحده. مش هنشتغل للمرحله الاولى بس. حاليا بنيه تحتيه للنادي بالكامل، ونبدا بعد كده المرحله الاولى هي حمام السباحه والمبنى الاجتماعي والملاعب والخدمات للاعضاء ان شاء الله باذن الله. خطه ان شاء الله كبيره قوي، ربنا طبعا يقدر مجلس الاداره ان احنا نخلصها ان شاء الله زي ما ربنا كرمنا كده السنتين اللي فاتوا. الحمد لله عملنا شغل كويس يليق باعضاء النادي. ما هو ده اللي هو مجلس بروح الفانيلا الحمراء. فلو لو الشغل ما هوش بروح الفانيلا الحمراء اللي تقدر تحقق كل المستحيل يبقى لا. فان شاء الله ده ودوده يا باشمهندس. ربنا يخليك فندم. شكرا جزيلا وكل سنه وحضرتك طيب. شكرا. ربنا شكرا للمهندس سامي علي كامل المستشار الهندسي لمجلس اداره النادي.